طار احد الشباب مروتين في حي قابون الدمشقي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وين معالي؟ يا بعدو كنت هون تابعين للجيش السوري الحر ورابطين بالنقطه هي. المنطقه شو اسمها؟ والله الحمد لله رب العالمين. اول شيء عم نفطر فطر وفطر ان شاء الله بالصحه الله يتقبل. احنا رابطين هون مشان العصابات الارهابيه اللي هن جماعة بشار الأسد ما يقتحموا البلد عنا ويفوتوا لهون على بيوتنا، يحتلوا بيوتنا، يحتلوا أراضينا. رابطين هون بإذن الله هذا جامع رابطين فيه، هي أقرب نقطة إلهم، نبعد عنهم مسافة 10 متر مشان ما يتسللوا لجوا ويولع لهم، وإن شاء الله صامدين بإذن الله. ولا عم نفطر إن شاء الله بصحة. برتك متجوز؟ متجوز. هنا كم ولد عنده؟ عندي ولدين الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. الحمد لله. وتاركهم وحامل سلاح؟ والله تاركهم طلعوا، اضطرينا نطلعهم من البلد مشان نقدر نحمي الأردن. مسلمين ولا الله؟ ما يفوتوا لهون ويقتحموا ويساووا لنا فيهم شيء ولا يهورونا فيهم. نعرف شو بيساوي النظام، لأنه وقت بيمسك نسائنا وبيمسك أطفالنا شلون بيعذبهم وشلون بيقهرهم. ان شاء الله بعتناه هون مشان نكون احنا مرتاحين نفسيا ونقدر نسيطر على الوضع احنا اكثر، ما ناكل همهم بالزايد. انت هلا مالك زعلان اطلاقا انك قاعد عم تاكل هون ومرتك واطفالك برات بعد عنا؟ يعني اول شيء مبسوط بجمعه الشباب، اول شيء انه عم بفطر معهم. بنفس الوقت كلياتنا اكيد زعلانين لانه اولادنا ونسواننا واهلنا وامنا وابونا كلهم ما موجودين، بعد عنا كلهم بعاد عنا. اكيد هذا ثاني رمضان بنقعد بلا اهلنا. بنتمنى يفطرنا اهلنا بدونا. ان شاء الله يا رب هيك النصر قريب باذن الله. باذن الله النصر قريب ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هيك تتحرر سوريا وبترجعوا لاطفالكم لنسائكم ان شاء الله. وبالنسبه للاغذيه وللفطور والسحور عم بيجيكم شنو؟ الحمد لله تمر، يعني من خيرات ما رزقكم الله، وشوربه وشويه فريكه وشراب. الحمد لله نعمه كريم. نعمه ان شاء الله بصحه من فضل الله، هي اكبر نعمه. وحضرتك حجي مجوز؟ نعم. كم ولد عندها؟ 4. 4 شباب اطفال؟ لا عندي 2 صبيين الحمد لله رب العالمين. فيهم حدا حامل سلاح كمان؟ في ابني الحمد لله. هي الله يسلمك. عندي 40 من الشباب اللي قلبك بيحبون يعني. ان شاء الله يحميه. خلي لك اياه. لا تؤاخذونا قطعناكم، وان شاء الله الف صحه والله يتقبل منكم يا رب. تسلم لي قلبك على راسي. تسلم ايديك. تفضل تفضل معنا.